تلعب الآن مباراة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، كرة عند الحارس كاسياس، ينقل كرة جميلة جميلة عند بيبي، بيبي مررها لاعب مارسيلو، مارسيلو عند كريستيانو رونالدو، رونالدو عند جاريث بيل، جاريث بيل عند بنزيما، أوه هدف ولا أحلى ولا أروع، تغيب الأحلام حينما تلعب الأقدام. نعم الله على الجماهير، فرح جماهيري رغم أن الجماهير غير متواجدة. أوه اقذفها واذكرني، الراوخة وامتعني يا رونالدو. رونالدو في موقعة الكبار، رونالدو، رونالدو سرعة قوة فنيات، وحده وحده يا ناس، له فتاك له خط في الشباك، الله يا سلام على الريال تدك شباك البارسا. نعم جماهير البارسا تبكي تبكي، نعم تسيل الدموع من جماهير البارسا. اليوم أنت كبيرة ولا تصغرين أبدا يا ريال مدريد، وستنتقد يا ميسي من طرف جماهير البارسا لأنك لم تفعل أي شيء من أجل أن تعدل النتيجة. نعم عدلها يا نيمار، عدلها يا ميسي، من سيكون البطل؟ من سيكون الأقوى؟ من سيكون على صعيد دوري أبطال أوروبا؟ والهداف هو رونالدو، ودائما الريال، دائما الريال متقدم بهدفين، هدف عبر اللاعب أنخيل دي ماريا، ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع ولا أحسن. الله على أهداف الريال وتمتع الجماهير، أمتعنا يا رونالدو. نعم ظننت أن التاريخ سيعيد نفسه وتفعل بارسا ما فعلته في عام الستينيات.